مساء الخير، سلامي وتحياتي لحضراتكم. أشرف بوجودي معكم في الجزء الثاني من حلقة الليلة، حديث الساعة 2/24 من نوفمبر. موضوع الساعة النهاردة هو زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوروبا، الزيارة اللي بتعد هي الأولى من نوعها، الزيارة الأوروبية الأولى للسيد الرئيس منذ توليه مهام منصبه. الزيارة بدأت صباح اليوم بروما والفاتيكان، ثم هتختتم غدا إن شاء الله بزيارة إلى فرنسا. طبعا الهدف الأساسي والرئيسي لهذه الجولة هو تعميق وتوطيد العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبي، خصوصا أن إيطاليا بتعد هي الرئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، فضلا عن أنه فرنسا هي أحد أقوى الدول الأوروبية سياسيا واقتصاديا. أكيد الهدف الآخر من هذه الزيارة هو توضيح ما حدث من إصلاح سياسي واقتصادي في مصر، وإحنا على أعتاب إجراء عملية الانتخابات البرلمانية الجديدة طبعا، والانطلاقة الاقتصادية اللي بتشهدها مصر حاليا. بيرافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولته الأوروبية سيد وزير الخارجية والمجموعة الاقتصادية، وزير التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية والاستثمار. طبعا محتاجين نعرف مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة، مردودها سياسيا واقتصاديا وأمنيا أيضا على مصر، وهل التوقيت هذه الزيارة هو التوقيت المناسب، وكان لابد أن يكون توقيت هذه الزيارة هو الآن. اسمحوا لي أرحب بضيفي وضيف حديث الساعة السيد السفير سعد الفرارجي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء، برحب بحضرتك يا فندم. شكرا. دي أول زيارة لحضرتك هنا في برنامجنا. أول مرة أحضر في هذا البرنامج، لي الشرف. نشرف بوجودك يا فندم. نشرف بوجودك. سيد السفير، اختيار هذا التوقيت للجولة الأوروبية اللي بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في مردود جيد بالنسبة لوجود السيد الرئيس في مؤتمر الجمعية العمومية في نيويورك، عملت مردود جيد جدا، في إصلاحات كثيرة حصلت في مصر، في انتخابات برلمانية، في انطلاقة وفي مشروعات اقتصادية كثيرة بتشهدها مصر. هل حضرتك شايف اختيار موعد الزيارة الآن هو فعلا ميعاد مناسب؟ الحقيقة أنت قصدت الحقيقة لما ابتديت تتكلمي بزيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم. لأن العملية ليست منفصلة، وفي الواقع بدأت اتصالاته الدولية على هامش الدورة الجمعية العامة، والتقى بمسؤولين كبار من حول العالم. نعم. وبعد هذا نلاحظ أيضا بعد عودته جه هنا مؤتمر حضره رئيس قبرص ورئيس اليونان. نعم صحيح. وهنا ببتدي بقول السياسة المصرية في البحر المتوسط بدأت بلقاءات في الجمعية العامة مع رؤساء هذه الدول. جينا عملنا القمة ديت في القاهرة. النهاردة الرئيس السيسي بينطلق مرة أخرى عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا ثم فرنسا، وكلاهما دولتين متوسطين. ولكن برضو نحب نبين أن الاختيار ده له برضو بعض الأسباب اللي أكبر من هذا. نعم. فزي ما حضرتك قلت أن إيطاليا بتترأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا العام، الرئاسة في الاتحاد الأوروبي دورية ولمدة 6 أشهر. فهو في الواقع بيروح إلى البلد اللي بيترأس الاتحاد الأوروبي لحد آخر هذا العام. أيضا إيطاليا من معاملتها مع مصر بتعتبر الشريك التجاري الثالث بين دول العالم، والشريك التجاري الأول بين دول الاتحاد الأوروبي. أيضا إيطاليا تعتبر إنها الدولة الخامسة في الاستثمارات في مصر. نعم. إيطاليا أيضا بتنتمي إذا دخلنا للحاكمية الدولية زي ما يطلق عليها، هنجد إنها عضو في مجموعة 20
اللي بتحدد مسارات الاقتصاد الدولي، عضو أيضا في صندوق النقد الدولي وعضو في مجلس الإدارة. وبالتالي إيطاليا لها صفات متعددة متكررة تلزم في التعاملات المستقبلية لمصر. أيضا إيطاليا كان لها وجود في أفريقيا من قبل، وبالتالي احتفظت بهذا الوجود حتى الآن في صلة، وإن كان الاستعمار انتهى أو الوصاية انتهت، إلا أنها لازالت محتفظة بنوع من الاتصال بالقارة الأفريقية. حيبان هذا في منطقة زي الصومال، زي إثيوبيا، وحتى في ليبيا أيضا. فدي من ضمن الاعتبارات اللي أنا عاوز أقولها، بأن اختيار إيطاليا مهم في هذه المرحلة في ظل السلسلة اللي احنا بنبتدأها من نيويورك مرورا بالقاهرة وعودة إلى روما. الناحية السياسية مهمة أيضا في هذه الزيارة، لأن احنا كلنا نعلم أن إيطاليا لها يعني بعض المواقف المعينة اللي تهمنا وقد تكون محل مشاورات مع مصر. تقصد إيه يا فندم؟ زي قضية الإرهاب أو الصلة الخاصة بليبيا على سبيل المثال. فدي تخلينا إن احنا وإيطاليا في موضع التشاور حول جارتنا ليبيا، وليبيا التي تعتبر مهمة لإيطاليا، لأن هي ليبيا مثلا فيها حوالي 30 بليون دولار استثمارات إيطالية. النهاردة بيروح البترول بتاع إيطاليا كله من ليبيا. فلكل هذه الأسباب مجتمعة، ليبيا تمثل مصلحة استراتيجية واقتصادية لإيطاليا، بينما ليبيا تمثل لنا جارة ومصلحة استراتيجية. وبالتالي ممكن أن يكون أحد الموضوعات المطروحة، وهذا ما أكده رئيس وزراء إيطاليا إيرينزي النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي كان مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما أشار إلى أنه حالة عدم الاستقرار والتوتر السياسي الموجودة في ليبيا مش بس بتهدد أمن مصر، لكن بتهدد أمن مصر وإيطاليا، ومن ثم فده كان على قائمة الأولويات بالنسبة. الإرهاب كما نعلم عبارة عن بلاء ينتشر وليس له حدود. فإذا لم تكن هناك جهود دولية مخلصة ومتسقة مع بعضها، فالجميع سيقع فريسة له. فده بالنسبة للإرهاب اللي بنتعرض له في البحر المتوسط، أو بالنسبة للي بيحصل في ليبيا النهاردة. القضايا الأخرى أيضا المتصلة بالتشاور مع إيطاليا تكون أيضا عملية الهجرة غير المشروعة. نعم، الهجرة غير الشرعية في عبر البحر المتوسط، لأن إيطاليا مستقبل كبير أو الهجرة غير الشرعية خصوصا من مصر. بالنسبة لمصر هذا موضوع مهم للغاية. نعم. وده الحقيقة يعني ديت من ضمن المشاكل اللي على المقيمين على جنوب المتوسط بيعانوا منه أكثر مما يعاني شمال المتوسط. لأن هم مفروض يحدث نوع من التعاون الدولي بين جنوب المتوسط وشمال المتوسط بهذا الموضوع، لأن العملية في النهاية مشكلة اقتصادية بالدرجة الأولى. فلو أتيحت الاستثمارات ورصدت بعض المعونات لإيجاد وظائف، قطعا الشباب ده بدل ما بيعرض نفسه للهلاك في رحلة مغامرتها 100% غير مضمونة، إنه هو يستقر في البلد. فدي أيضا من ضمن المشاكل اللي بننتظر انها ممكن بلد تسفر عنها، يعني تسفر اتفاقيات عنها حاجة زي النهارده. كمان السيد رئيس وزراء ايطاليا إيرينزي اشار الى انه هيعاودوا عقد القمم المصريه الايطاليه اللي كانت في السابق بتقام، لان دي من شانها يعني احداث نوع من التفاهم وتوطيد العلاقات بشكل اكبر. هو دلوقتي بندخل في نوع من المؤسسيه في العلاقه، نعم، وليست عمليه عارضه بمعنى لقاءات قد تحدث هذا العام ولا تحدث العام المقبل، ولكن الاتفاق على الدورية ومرة هنا ومرة هناك. وعلى مستوى القمة يعني أن إيطاليا مقتنعة تماما بأن الشراكة مع مصر في هذا الموضوع ستعود بالفائدة على الطرفين. وديت ما بتحصلش
إلا بناء على مصالح أو قاعدة عريضة متبادلة من المصالح المشتركة. صحيح. طيب سيادة السفير، زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هتشمل أيضا اجتماعه مع مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وهيتم طبعا التعريف بالإجراءات والتشريعات الجديدة الخاصة بالاقتصاد والاستثمارات المتاحة في مصر والمشروعات اللي ممكن يبقى فيها استثمارات. مردود يعني هذه الزيارة كما تراه حضرتك اقتصاديا واستثماريا إيه؟ الزيارة هتدي فرصة لرجال الأعمال من الطرفين، مجلس رجال الأعمال من البلدين، أن يجتمع في رعاية الرئاسة الثنائية للدولتين. أيوة. وده قطعا بيعطيهم زخم في العمل. الحاجة الثانية إن هم قطعا في مثل هذا اللقاء هتكون فرصة لتبادل الآراء حول الأوضاع التجارية والاقتصادية السائدة في مصر. في ما هو أهم من هذا وذاك أنها مقدمة للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس القادم. في مارس القادم. بيفصلنا ثلاث شهور. لأن دي العملية إذا كانت هيحصل اجتماع النهاردة، فمن هنا لحد مارس قطعا هيكون العدة تمت لهذا المؤتمر بين رجال الأعمال. أيوه. زائد إن احنا بالنسبة لإيطاليا في مجموعة من إيطاليا تعتبر خامس دولة في المستثمرين في مصر. فيعني هي جاية برضو في وقع معين. صحيح. فده السبب في أهمية يعني احنا بيجينا او حجم الاستثمارات زي ما حضرتك تفضلت وقلت ايطاليا خامس اكبر مستثمر اوروبي في مصر، ان عندنا استثمارات ب 2.6 مليار دولار. القطاعات بقى اللي ممكن حضرتك شايف يعني يحصل او تتم فيها الاستثمارات الايطالية في مصر زي ايه يا فندم؟ في قطاعات قائمة فعلا، ولكن في قطاعات يمكن تستجد في ضوء احتياجات مصر. على سبيل المثال موضوعات الطاقة المتجددة. أيوة. لأن ديت من ضمن الموضوعات اللي إيطاليا لها نوع من السبق فيها، أو يعني تعتبر دولة متقدمة عندها من التكنولوجيا والنوهاو لهذا الموضوع الكثير. فدي من ضمن الحاجات. أيضا في عمليات الاستثمار اللي هي تتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، اللي هي أصبحت دلوقتي الموضة لكي تسود العالم كله في ظل نظام تجاري بيعمل على أساس السلسلة وليس المنتج النهائي في مكان واحد. ولنا في الصين خير مثال على هذا. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن إيطاليا تدخل فيها. عاوزين يدخلوا في موضوعات الصيد. أيوة. وعاوزين يدخلوا في موضوعات النقل البحري، عاوزين يدخلوا في البتروكيميكالز. عندهم كثير من المشروعات اللي ممكن يدخلوا بيها السوق المصري، والسوق المصري محتاج إليها. وبالتالي فإنهم عندهم النهاردة 4 أشهر لإعداد أنفسهم ليأتوا إلى شرم الشيخ. أيوة. في مارس القادم بإذن الله، إن شاء الله، بقائمة مشروعات يكون تحقق لها الدراسة الجدوى والدراسة المالية والاقتصادية لها. فدي أحد فوائد هذه الزيارة. تمام. وفي وجود الرئيس هناك دي نوع من الضمانة بالجدية. دي مهمة جدا للأعمال. صحيح صحيح. جدية في مصر، وكمان ان احنا زي ما قلت قبل كده انه في تشريعات جديدة، في تسهيلات جديدة، في ضمانات جديدة للمستثمرين، ويمكن ما كانتش متوفرة. الثورة التشريعية اللي احنا طال انتظرنا لها. صحيح. انا الان التعقيدات اللي كان بيعاني منها اي مستثمر. ايوه. لان ديت لابد من ترسانة القوانين دي انها يحصل فيها نوع تعديل. من فك الارتباطات. أيوة. وإيجاد بناء واضح سهل يستطيع الناس التعامل فيه. ولا أقصد التسيب. نعم. أو الفساد، ولكن بناء التسهيل. قانوني. واضح يحقق الشفافية ويحدد المسؤولية. وده أعتقد أن احنا دلوقتي اللي بنحاول نعمله في هنا في القاهرة، واللجنة أفتكر التشريعية شغالة في هذا الموضوع ليل ونهار. ولكن هذا الموضوع من الكبر والضخامة لا أتوقع أنه ينتهي في شهرين ثلاثة، ولكن على الأقل الأجزاء الهامة اللي بتطمئن المستثمر تكون قد انتهى وضعها.
بستأذن حضرتك معايا بس مكالمة تليفونية. أستاذ عبد الحليم إسماعيل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بروما أو إيطاليا. أستاذ عبد الحليم. أيوة فندم. أهلا. مساء الخير يا أستاذ عبد الحليم. من فضلك بس يعني بوجودك في إيطاليا حيث الوقفة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيارة هناك، قول لنا كده ايه ردود الافعال، الاستقبال، الحفاوه، الجاليات المصريه استعدت ازاي؟ يعني انقل لنا الاجواء اللي حصلت في روما بناء على هذه الزياره اليوم استاذ عبد الحليم. هو الحقيقه يعني زياره الرئيس السيسي لروما يعني حققت كثير من الايجابيات والمفاجات يعني السعيدة جدا جدا، سواء للجانب الإيطالي أو سواء للجاليات المصرية المقيمة في إيطاليا. طبعا على المستوى الاقتصادي يعني زادت دعم العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين، وارتقت من 5 مليار وجزء إلى 6 مليار في يعني تم الاتفاق على مزيد من الاستثمارات، يعني زيادة 5 مليار إلى 6 مليار دولار. بالضبط فندم. هذا جانب مهم جدا جدا. كويس. وأيضا تجمع لأول مرة في يعني المصريين تجمعوا لأول مرة في تاريخ تواجدهم في إيطاليا في تظاهرة جنب قصر الرئاسة الذي التقى به فيه الرئيس السيسي مع الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو في الكوينالي. وعندما علم الرئيس السيسي هذه المعلومة النادرة الجميلة جدا، لأن التجمع المصري زي ما قلت لحضرتك يعني في بياتشا فينيتسيا جاء من كافة أنحاء إيطاليا لم يكن له سابقة، فمر بموكب يعني الـ 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 الأمني قدامهم وحياهم فارتفعت أصواتهم، يعني دي ذكرى جميلة. على جانب ثاني المصريين الذين المتواجدين في إيطاليا والذين يعني تصدرت انتخاباتهم لاختيار الرئيس السيسي كانت الأولى في الاتحاد الأوروبي كله، فتمنوا أن يزور إيطاليا في بداية زيارته لأوروبا، فكان هذا يعني سعيد جدا من الجانب. أما فيما يتعلق بالجانب الإيطالي، أيوه، فالإيطاليين على الجانب العسكري السياسي تقصد حضرتك؟ طبعا على الجانب السياسي هم طبعا إن الإيطاليين في قيادتهم الاتحاد الأوروبي اليوم يتباهوا بعلاقتهم بمصر، باعتبار أن دور أوروبا في قضايا الشرق الاوسط بين الفلسطينيين واسرائيل في المطروحه لابد ان تعبر عن طريق رؤيه مصريه، وان العلاقات الايطاليه المصريه قويه جدا، ولذلك يجب ان تثق الاتحاد الاوروبي في ايطاليا لاختيارها القياده. نعم، وعلمنا ايضا نعم استاذ عبد الحليم، وعلمنا ايضا الجانب الارهابي. الجانب الارهابي، يعني هنتكلم عن داعش بشكل يعني بشكل معين، هنقول ان هو سواء سوريا او سواء العراق موقف، لان الاتحاد الاوروبي ايطاليا وزاره الدفاع الايطاليه تسعى الى المشاركه بعدد من الجنود لهذا العمل. اما الامر المباشر الذي يقلق بشكل رهيب جدا جدا جنوب اوروبا هو ما الارهاب الذي يعني يسعى في ليبيا ويتجه الى تقسيم ليبيا الى ثلاث يعني هذا اللقاء اسفر عن دعم وتأييد او وقوف ايطاليا الى جانب مصر في مواجهتها او في حملتها ضد الارهاب. استاذ عبد الحليم اسماعيل مراسل وكاله انباء الشرق الاوسط من روما، شكرا جزيلا لحضرتك. سيادة السفير سعد الفرارجي، عايزه اقف عند زياره السيد الرئيس للفاتيكان ولقائه بقداسة البابا فرانسيس. قبل ما نتكلم على تفاصيل هذا اللقاء وتداعياته أو تأثيره سياسيا ودينيا واقتصاديا أيضا، اديني حضرتك كده نبذة عن الفاتيكان، يعني كدولة أهميتها إيه، مساحتها قد إيه، ويعني أريد معلومات أكثر عنها من فضلك. هي وجودها في روما محكوم باتفاقية معينة مع الحكومة الإيطالية،
أظن سنة 1931. أيوة. مساحة الفاتيكان يعني بضعة أفدنة مش أكتر من هذا. يعني دولة صغيرة صغيرة جداً. الحجم ولكنها كبيرة الأهمية. نفوذ حول العالم. نعم. يعني ملايين وملايين وملايين يتبعون الفاتيكان. فعندما يتحدث الحبر الأعظم فإنه يجد من يصغي إليه. نعم. زائد أنه له شبكة من الاتصالات الدينية والدبلوماسية عبر العالم. والمعلوماتية حضرتك طبعا. والمعلوماتية أيضا. نعم. زي ما حضرتك عارفة بالنسبة للدول الكاثوليكية مندوب أو ممثل البابا دايما هو عميد السلك. بصرف النظر عن أقدميته. يعني العمادة السلك ديت قاعدتها معروفة بالأقدمية. أي. من يوم السفير السفر لما يوصلوا شوف مين أقدم واحد في البلد دي قدم أوراق اعتماده رئيس دولة ويبقى هو العميد. ولكن في الدول الكاثوليكية العمادة دائما لممثل البابا. دائد إنهم ناس يعني ليسوا دعاة حرب ولكنهم دعاة تهدئة وسلام كويس. ومحبة. وبالتالي لهم أدوار اجتماعية تكاد تكون برضو حول العالم. وهذا يتيح لهم فتح أبواب على مصراعيها في كل مكان يذهبوا إليه. وبالتالي له وزنه الأدبي. نعم. وله قيمته وتأثيره في العالم كله. فصوته عندما يبعث برسالة في مثلا في بداية العام الكل يقرأها ويتمعن فيها. ودايما الرسالة في كل عام بتكون على موضوع معين. طب سيادة السفير أعلم أنه الحبر الأعظم أو قداسة بابا الفاتيكان السابق كان له موقف معادي شوية من الدين الإسلامي. أريد أعرف من حضرتك موقف البابا فرانسيس من الدين الإسلامي إيه؟ أنا يعني لا أريد أن أحمل البابا السابق مثل هذا الوزر. هو حصل في محاضرة ألقيت في إحدى الجامعات وتعرض فيها بالتحليل للقرآن. واعتبر هذا التحليل فيه يعني افتئات أو عدم يعني جوازه. وبالتالي أصبح فيه نوع من الغصة في حلق البعض من هذه الايه المحاضرة. نعم. هو حاول بعد كده يوضح ويعتذر ولكن كان يعني سبق السيف العزل يعني خلاص. ولكن بالنسبة للبابا الحالي وهو من دول العالم الثالث من الأرجنتين. عرف عنه منذ أن كان من الكرادلة أنه رجل مستنير منفتح الذهن يريد أن يصل إلى الآخرين خاصة من أهل الكتاب. وبالتالي بيدعو إلى الحوار وبيدعو إلى يعني استعجال أن ندخل في حوار حول العالم من أجل السلام. نعم. وبالتالي أعتقد يمكن تبقى في فرصة لاستئناف الحوار مرة أخرى مع الحبر الأعظم. عندنا طبعا الأمر هنا منوط به فضيلة الإمام الأكبر إذا أراد يعني ما نقدرش أنا أتعدى على هذا المقام. ولكن أعتقد أن فضيلة الإمام الأكبر دكتور محمد الطيب رجل رخل متسع الأفق ومطلع على الثقافات الغربية بقدر اطلاعه على الثقافة الإسلامية. أي. وبالتالي أنا أتصور أن هو ممكن يبقى له دور في استئناف الحوار والتفاهم من أجل سلام العالم. فإذا صحت النية فعلى الأقل زيارة الرئيس السيسي للفاتيكان اليوم تعتبر فاتحة أو استئناف لما يعني صعب علينا لسنين طويلة. طب سيادتك سيادة السفير طبعا واحنا طبعا لنا سفارة هناك لدى الفاتيكان. لدى الفاتيكان. هو حصل كمان لقاء مع رئيس وزراء الفاتيكان. يعني هو نفس يعني نفس
القوة التنفيذية لرئيس الوزراء والبابا، مجلس عنده مجلس الوزراء كامل بحقائب بكل شيء، يعني عنده معالم يعني الدولة، يعني دولة، دولة، ما هو دولة، هو دولة، ولكن سلطته الروحية تسبق السلطة السياسية. نعم. طيب دلوقتي التوتر واللي بيسود المنطقة العربية، ليبيا، العراق، سوريا، اليمن ومصر طبعا، ممكن لقاء سيد رئيس بابا الفاتيكان ممكن يسفر عن يعني حل المسألة التطرف الديني اللي احنا اصلا اللي بنعاني منها، والارهاب الناتج عن التطرف الديني والمعتقدات الدينية الخاطئة اللي احنا بنشهدها الايام دي سيد سفير؟ يعني هو دايما بنتكلم هنا على الجماعات الدينية، على جناحي المعادلة. نعم. بنتكلم على الامن من جهة او الحلول الامنية والحلول السياسية. فقطعا كلما اتسعت دوائر الحوار كلما سهل على الامن مهمته. فما نعاني فيه من ارهاب هو بسبب العقائد المختلة، بسبب اسلوب الابعاد والاستبعاد المبني على تحيزات عمياء. كل هذا ما يوصلنا الى حالة من الارهاب وحالة من البغضاء وحالة من انهيار القيم الإنسانية. فهذا أمره علاجه يتطلب تضافر جهود الجميع داخليا وخارجيا، وإذا حاول أحد الأطراف أن يشز عن هذا فيعني هو يعني يجب، هو الخاسر النادي، يجب أن يعاقب عليها. أيوة. ولا يترك كده لعنان السماء يعني. لكن الحوار مطلوب، الانضباط مطلوب، الدولة القوية مطلوبة. بقدر ما هو مطلوب احترام حقوق الإنسان والحريات، مطلوب الانتظام والدولة القوية. وديت يعني إيطاليا نفسها رئيس الوزراء قالها من أكثر من مرة، قال أنا يعني لا أبحث في موضوعات حقوق الإنسان بالقدر الذي يعني قد يسيء إلى علاقتي بدولة من الدول. ودي برضو يعني في أحد المقدمات للزيارة، إن احنا نجد إن داخل إيطاليا حصل في ظل الحكومة الجديدة أو الحزب الجديد الحاكم النهاردة في إيطاليا تقدم في هذا الاتجاه. كويس. لان احنا نعلم ان معظم الدول الاوروبيه كانت واخده موقف بالنسبه للتغير في مصر. ولكن ايطاليا من اولى الدول الغربيه اللي عدلت موقفها في هذا بسبب هذا الحزب القادم الجديد. وايضا هنجد في فرنسا هنجد برضو تعدل حصل في بعد اغسطس 2013، وده كان في أعقاب زيارة قام بها الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى باريس. عقبها تعدل الموقف لأن كده لعب في دماغ فرنسا بعض الوقت. أيوه. تعدل الموقف إلى حد أن فرنسا بعدها في اجتماعات الاتحاد الأوروبي كان بتتدخل في التوصيات بحيث أنها تخليها منصفة لمصر أو تخلو من اللغة المتجنية على مصر مثلما كانت تصدر البيانات قبل ذلك. حياتك أخذتني بالحديث لفرنسا، إذن لازم نقف عند زيارة السيد الرئيس غدا إن شاء الله هتكون لفرنسا. وحب أذكر في البداية أنه برضو في المؤتمر الجمعية العمومية للأمم المتحدة من نيويورك حصل قمة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. هل دي كانت يعني تعتبر مقدمة جيدة للزيارة اللي هتكون غدا إن شاء الله لفرنسا؟ ما زي ما اتكلمنا من البداية إن نيويورك عبارة عن القمة العالمية. أيوه. الرئيس راح ما ضيعش وقت ولا دقيقة. واجتمع بأكبر عدد من القادة. ولذلك هو عنده حصاد طويل يقدر يعيش عليه في زيارات واجتماعات مع قادة
لمدة طويلة. فمن ضمن كانت فرنسا. فرنسا طبعا لأن من سنين طويلة تقليديا فرنسا كانت بتعتبر من الدول الصديقة لمصر. وفي أكثر من مبرر لهذا أو رابطة لهذا. من ضمنها أيضا الرابطة الاقتصادية. لأن هنجد أن فرنسا على وجه التحديد في المشروعات الكبرى الاقتصادية في مصر هنجد أن فرنسا أكبر دولة ساهمت في هذا. سواء بمنح أو قروض أو أو مبادلة. فبرضو في الناحية الاقتصادية زائد الناحية الثقافية زائد الناحية السياسية زائد برضو ما ننساش صحيح نابليون عمل غزوة ولكن ما أثر فينا شوية تتمثل في كتاب وصف مصر. قناة السويس يعني كان القصد منها إيه والنهاردة أصبح بفضل المصريين قناة السويس تحولت من رمح يضرب إلى محراث يزرع. صحيح. فالحاجات فبالتالي زيارة فرنسا فيها أيضا موضوعات معينة على رأسها التنمية الاقتصادية على رأسها المؤتمر الاقتصادي القادم على رأسها الإرهاب أيضا ومحاربة الإرهاب لأن خصوصا فرنسا أن فرنسا كان لها موقف يعني مش مؤيد قوي بعد 30 يونيو ما هو ما ده اللي قلت لحضرتك أن بزيارة سعود الفيصل اللي تمت بعد كده حصل ابتدى الأمور تعتدل تراجع حد أن هو تدخل في هم الفرنسيين أعادوا صياغة ريكومنديشنز معينة. ففي تعديل مع البلدين كانت بدايتهم غير نهايتهم. يعني إيطاليا وفرنسا في تعديل في المواقف في البلدين. ده نتيجة طبعا كمان المفاهيم المغلوطة اللي جماعة الإخوان الإرهابية اللي منتشرة في أكثر من 88 دولة حاولت توصلها للعالم. بس يعني برضو أرجع أقول غلطة العالم أنه برضو استمع إلى طرف واحد. يعني برضو مصر حاولت أن تمد جسور التفاهم مع هذه الدول كلها. ولكن أرجع أقول لأن إحنا ما نقدرش ننكر أن جماعة الإخوان الإرهابية نجحت في المسألة الإعلامية أن هي توصل مفاهيمها أكثر مننا. هي موجودة في وسطهم ثم قدرت تستبد بيهم في شيء مهم أنها بتبكي وتتباكى على الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان تتشدق بالديمقراطية. وهذا يعني بكاء أو عويل بيجد صدى في آذان بعض الغربيين. ولكن عندما يشعروا بأن الموقف ليس كذلك ودي بنت لنا في اجتماع المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان اللي تم في جنيف من أسبوعين تقريبا صحيح في ما يزيد عن 300 توصية صدروا ولكن الكل أكد على حاجة واحدة أساسية أن مصر تتبع خارطة الطريق وماضية في طريقها. بستأذن حضرتك بس معايا اتصال تليفوني من دكتورة عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا. دكتورة عصام مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور يا فندم. تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا ستي. اهلا وسهلا. دكتور عصام يعني قول لنا كده الاجواء استقبال وحفاوة لقاء سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بروما وبالفاتيكان والجالية المصرية استعداداتها كانت ايه؟ عرفنا ان هم كانوا منظمين وقفات واحتفالات وقول لنا بقى يعني الجو عند حضرتك كان امنيا وشكليا وابتهاجا كان ازاي؟ اولا مساء الخير عليكم. زياره السيد الرئيس يعني زياره احنا كلنا بنرحب بيها زي كل الموجودين في اوروبا. انا اول مره في حياتي اشوف يعني رئيس جمهوريه او رئيس دوله بيسافر بالشعب معاه. يعني لما سيادته سافر نيويورك احنا سافرنا معاه. انا شخصيا سافرت نيويورك وما كنتش انا لوحدي، كانت تقريبا جاليات كثيره جدا من جميع انحاء اوروبا زائد اللي موجودين في امريكا وكندا. راحوا وقفوا هناك معاه. ده رئيس جمهوريه بيمشي بالشعب معاه. ده اللي حصل بالضبط بالنسبه لاوروبا. اوروبا ما فيش فرق بين ايطاليا ولا فرنسا ولا انجلترا، هي كلها مكان واحد. واحنا اتفقنا على هذا ان الراجل لما يكون في اي مكان كلنا هنبقى واقفين معاه. لكن الاحتفالات النهارده اللي كانت موجوده يعني هنا في ميدان كبير في روما، هنا ميدان فينيسيا
كان المصريين الحلوين المحترمين الوقتين يغنوا ويذيعوا الأغاني بتاعت تسلم الأيادي وبشرة خير، وعمالين يهتفوا هتافات يعني غريبة جدا، يعني في هتاف من الهتافات أكثر الهتافات اللي استوقفت حضرتك أو استوقفت الموجودين. يعني حدا يعني بيقول لك السيسي عندنا ومحدش زينا. كلام جميل، كلام جميل، وكلام يعني داخل من يعني طالع من القلب، ودي بيفرحوا الناس كلهم. الجماعه الطالعين ما شافوش حاجه زي دي، زي ما حصل بالظبط في نيويورك. الامريكان كانوا متعجبين جدا من منظرنا ووقفتنا، وان احنا ازاي واقفين بالطريقه دي مع رئيس جمهوريه. بالنسبه للسيد الرئيس، وجوده في يعني في اوروبا اليومين دول مهم جدا جدا زي ما كلنا عارفين. عامل شغل محترم جدا، يعني في خلال 24 ساعه كميه المقابلات وكميه يعني الجلسات اللي عملها غير عاديه. شغال الحمد لله، الله ينور زي ما بنقول. واحنا طبعا يعني بنستقبله في فرنسا ان شاء الله، ووراه كل المصريين مش طيب. في اوروبا بس، في مصر كلها، يعني دكتور عصام جم معاه كمان من مصر علشان يقفوا معانا هنا هو في اوروبا. طيب دكتور عصام، على الجانب الاخر بقى، انا عايز اعرف من حضرتك يعني استفادة الجاليات المصرية في اوروبا بوجود سيد رئيس هناك، والحفاوة والاستقبال والتأييد الدولي ليه، يعني تأثيره على استقرارهم، على وجودهم، على نجاحاتهم هيكون ازاي؟ والله زي ما حضرتك عارفة، يعني من بعد 30 يونيو السنة اللي فاتت كان عندنا مشاكل جامده جدا هنا يعني هو في اوروبا او في الخارج، يعني زي ما حضرتك عارفه. وكان الناس بتتكلم علينا كلام مش مظبوط، وكان في فئه معينه زي ما حضرتك عارفه بتحاول ان هي تشعلل المواضيع هنا يعني هو في الخارج. ولكن احنا اشتغلنا في الموضوع دوت جامد جدا بالنسبه لاتحاد المصريين في اوروبا، ومع وزاره الخارجيه، ومع اتحادات كثيره ثانيه موجوده في اوروبا، والحمد لله بدانا ان احنا يعني نسهل الموضوع شويه. ولكن وجود السيد الرئيس بنفسه، ويعني وقفته المحترمه وكلامه الحلو، والناس كلها هنا فرحانه بيه، يعني كل الناس اللي قابلوه هنا هو، سواء من الوزراء، سواء من رئيس الجمهوريه الطليالي، سواء من رئيس الوزاره، شيء يدعو للفخر. الراجل بتاع الفاتيكان يعني البابا مشرف، كان واقف معانا وقت حلوه جدا. الكلام ده كله بيرفع راسنا، يعني احنا كمصريين موجودين في الخارج احنا محتاجين الكلام ده، واحنا افتقدناه من فترة طويلة. وانا زي ما بقول ان الرئيس دوت يعني بجد مدينا، هي دي مصر وهو ده رئيس مصر يعني اللي بيمثلنا. دكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين باوروبا، شكرا جزيلا مداخلة حضرتك. معلش، عفوا على القطع، مقاطعة سيادة السفير. نعود بقى لزيارة السيد الرئيس غدا إن شاء الله لفرنسا مرة تانية، وعلاوة على لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، هيكون في الجولة كمان لقاء مع مجلس أرباب الأعمال الفرنسيين، وهيكون في لقاء مع ممثلي كبرى شركات السياحة الفرنسية. قول لي بقى حضرتك، او قول لنا حضرتك تداعيات او مردود هذه اللقاءات ايه؟ طبعا مره اخرى فرنسا مع مصر، ايه العلاقات اللي بينهم؟ تاريخ العلاقات. نعم، حياتك كنت بتكلمني قبل الفاصل عن تاريخ انها علاقات ممتده. من علاقات ممتده. اولا موضوع السياحه. في موضوع السياحه في 10 دول او العشره اللي في المقدمه في العالم اللي بيعتبروا موردين للسياح الى مصر. فرنسا دائما منهم. كويس. طبعا ما نحكمش على الاحصائيات السنين الماضيه. لا طبعا. يعني طبعًا. عشان بس الامور تبقى مش مقياس خالص. وبالتالي فان التوجيه جهد لاستعاده السياحه وخاصه من بلد زي فرنسا هيعتبر زي بدايه الحبل للشد أو عودة السياحة مرة أخرى إلى مصر. وبالتالي أعتقد أن وزير السياحة دايما بيركز على النقطة دي، وأعتقد أن هيستثمر زيارة السيد الرئيس في تذكير الوكالات السياحية أو شركات السياحة الفرنسية مرة أخرى بأننا ننتظركم مرة أخرى. وخاصة أن دواعي الانقطاع عن مصر
بتزول يوما بعد يوم. الموقف يتحسن بلا شك، ليس هو الموقف الذي كان نأمله أو نأمله في المستقبل القريب، ولكن أي واحد النهاردة بيجي مصر بيقدر يشوف قدر التحسن في الموقف الأمني وفي معاملة السياح تختلف عن من سنة أو من اتنين فاتوا. فدي حاجة الأولانية. الحاجة التانية اجتماعه برجال الأعمال الفرنسيين. أيوه. لأن برضو مرة أخرى إن الاستثمارات الفرنسية زي ما قلت لحضرتك بتتركز تاريخيا هنا في المشاريع الكبرى. وإحنا دلوقتي في مرحلة فيها هيصدر عدد من المشاريع الكبرى، خصوصا محور قناة السويس الجديدة أو قناة جديدة وغيرها والمثلث الذهبي والغرب، كل المشروعات دي. أيوه. وبالتالي أصبح فرنسا لها لزومية أخرى في استمرار نشاطها في هذا الموضوع. ومرة أخرى أيضا المؤتمر الاقتصادي. ما ننساش احنا يعني في زحمة الكلام بننسى أن المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم هو علامة فارقة، أو نرجو أن يكون علامة فارقة في الاقتصاد المصري. هو حسب ما أعلن مجلس الوزراء المصري أنه المؤتمر الاقتصادي في مارس مش هيكون بمثابة عرض أو معرض للاستثمارات، ولكنه هيكون توقيع بالفعل، يعني الاتفاق على استثمارات بالفعل. اذا عشان كده يمكن احنا بنبدا بدري شويه. ما هو احنا بنبدا، ولكن برضو انا مش عاوز احمل 3 ايام باكثر مما يحتمله. الثلاث ايام دول احسن استثمار لهم هيكون في النقاط التاليه. اتفضلي. النقطه الاولى ان يعلم المجتمع الدولي ممثلا في الدول الحاضرة والمنظمات الدولية الحاضرة ورجال الأعمال ومجتمع الأعمال الحاضرين الهوية الاقتصادية لمصر. دي أول نقطة. ثانيا أن تضع الحكومة برنامجها الاقتصادي واضحا دون لبس. ثالثا تأتي المشاريع ذات الصفة العمومية اللي هي بتاعت الدولة، أو المشاريع اللي تحتاج إلى شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ثم المشروعات الخاصة. كل دول في الثلاث أيام بتوع المؤتمر. وبالتالي المهم إن الناس يشعروا بالهوية الاقتصادية لمصر إيه، المناخ الاقتصادي بتاع مصر إيه، المشاريع التي أعدت لها دراسات الجدوى والدراسات المالية الخاصة بها كاملة، مش معنى أنصاف وأرباع العرض. يعني أنا بأذكر سنة 96 عقد هنا ما سمي منى مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي كانت مجموعة دافوس متنظمة، وطلع أحد رجال الأعمال آنذاك على المنصة يحفز الناس للاستثمار مصر، فقال لهم ايه يوميها، وانا فاكر باللفظ، انا رجل اعمال هنا وعلى فكره ده هنا بنعمل مكاسب كبيره قوي. ونزل. كويس. هذا الكلام ما بيمشيش دلوقتي. ما فيش الاجازه بتاعت الضرائب والاعفاءات التي لا حدود لها، لا، قانون الاستثمار الجديد طالع محدد موضح محدد كل الالتزامات والمزايا. فبالتالي هذا المؤتمر يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ولمجتمع رجال الأعمال الدوليين بما هي مصر ومشاريعها في ظل سياسة اقتصادية واضحة المعالم. تمام. هذا هو المؤتمر الاقتصادي القادم. نعم. لكن احيانا احنا هنا بيتعجل بعض الاخواننا في الاعلام ويدوا تصريحات، وقعتوا كم عقد، جبتوا كم مليون. في امور دايما احنا متعجلين كده، في امور عاوزه تروي. نعم. الاعداد لها اهم من انجازها. صحيح. وبالتالي ده اللي بنرجوه للمؤتمر، ونسبه الحضور تبقى ايه ومستوى الحضور ايه. زي ما بنتكلم على انه مصر مقصد سياحي بالنسبه لفرنسا،
كمان فرنسا مقصد سياحي بالنسبة للمصريين، وفي التجارة بقى سيادة السفير، التجارة البينية بين مصر وفرنسا متوقع ليها زيادة بعد الزيارة دي؟ التجارة اوريدي ما بين فرنسا ومصر تعتبر أرقامها مقبولة. طبعا احنا عندنا بنعاني عجز، نعم، زي موازيننا التجارية مع معظم دول العالم يعني. ولكن الحكاية بس مش في التجارة، الحكاية في الاستثمارات التي تأتي بالتكنولوجيا. الاستثمارات التي تأتي بإدارة جديدة التي تحسن وتحدث من نظام العمل، ده أهم حاجة في التجارة. يعني لو قدرنا نعمل الاستثمار والتجارة مبني على هذا الأساس، أيوه، يبقى نجاحنا. وفرنسا تقدر تفيد في هذا الموضوع كثيرا. إذن بعد هذا الحوار الممتع والشيق مع حضرتك سيادة السفير، نقدر نقول أنه المؤشرات الأولية أو المعطيات المبدئية بتقول أن هذه الجولة الأوروبية للسيد الرئيس جولة ناجحة وحتؤتي ثمارها سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ويعني زي ما كل التصريحات اللي شايفينها انه في دعم وفي تأييد واحنا واقفين مع مصر في الحرب ضد الارهاب، حضرتك لامس ده وشايفه؟ لامس ده وزيادة يعني، مثلا ويزيد. الموقف الجديد بالنسبة المعالجة المصرية الجديدة لقضية فلسطين، كنا طول الوقت بنتكلم قبل كده على مرحلة الاعداد للصلح. نعم، النهارده الرئيس السيسي فتح جديد، قال احنا مستعدين لما بعد الصلح. تمام، ودي دور جديد لم يكن لمصر من قبل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد السفير سعد الفرنجي مساعد وزير خارجيه الاسبق، حضرتك شرفتنا ونورتنا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لحضراتكم. حديث الساعه متواصل غدا باذن الله، تصبحوا على الف خير.